بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في فيديو جديد لأهم نشرة أخبار في الوقت الحالي لجمهورية مصر العربية. يا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو اللايك الجميل بتاعك، يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. ويلا نخش لعناوين الأخبار، وأول خبر معانا وهو الجيش المصري يستعد للحصول على صفقة مقاتلات روسية هي الأكبر منذ نشأة الاتحاد السوفيتي. والقوات المسلحة تطلق تحذيرا شديد اللهجة اليوم، وعشر شرطيات مصريات ضمن بعثة دولية لحفظ السلام يرفعوا راس مصر، ومبادرة لتصنيع قمر صناعي للقارة الإفريقية بقيادة مصر، وعالم مصري يكتشف علاجا جديدا للسرطان، واليابان تسجل براءة الاختراع، والشرطة تلقي القبض على مذيع التلفزيون المصري. تابعوا عشان تعرفوا التفاصيل. واخر خبر واهم خبر معانا وهو مصر تقدم طلبا لاثيوبيا عاجل بخصوص سد النهضة. تعالوا ننتقل لاول خبر معانا بتفاصيله. الجيش المصري يستعد للحصول على صفقة مقاتلات روسية هي الأكبر منذ نشأة الاتحاد السوفيتي. قالت مجلة ناشونال انتريست الأمريكية إن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز ميج 35، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي. وأشارت المجلة إلى أن المصور الروسي ديمتري تيريخوف التقط أول صورة للمقاتلة في قاعدة جوكو فيسكي الجوية الروسية، وتظهر الصورة المثيرة أول طائرات ميج 35-29 تابعة للقوات الجوية المصرية، موضحة أن الرقم التسلسلي للطائرة هو 811. ونوهت المجلة بأنه في نوفمبر 2013 أفيد بأن مصر وروسيا كانتا تتفاوضان على طلب 24 طائرة من طراز ميج M229M مصممة آنذاك للقوات الجوية المصرية، وفي إبريل 2015 وقعت مصر بدلا من ذلك عقدا بقيمة تصل إلى ملياري دولار للحصول على 50 مقاتلة من طراز ميج 35، والتي من المقرر تسليمها بحلول عام 2020. ونوهت المجلة بأن مقاتلات ميج 35 هي مقاتلة مطورة على أساس ميج 29، حيث تتميز الطائرة بقدرة أقوى متعددة المهام مع تعزيز استخدام الأسلحة عالية الدقة جو، علاوة على ذلك فقد زاد نطاق قتال إلى حد كبير بسبب الزيادة في سعة الوقود الداخلية، وتتمتع المقاتلة بقدرة على القيام بالدفاع الجوي بالإضافة إلى مهام الهجوم البري. وتحتوي الطائرة على 6 نقاط صلبة تحت أجنحتها يمكنها حمل 6 صواريخ جو أو قنابل ذكية، وتبلغ سرعة المقاتلة 2445 كيلو مترا في الساعة، بالإضافة إلى أنها تتميز بمدفع أوتوماتيكي 30 ملي أيضا. المصدر صحيفة ناشونال انتريست وآر تي. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ولسه ما عملتش لايك واشتراك في القناة، يا ريت تنزل تدعمني وتعمل لايك واشتراك، ده أقل دعم حضرتك تقدمه ليا. ويلا نخش على الخبر التالي. القوات المسلحة تطلق تحذيرا شديد اللهجة اليوم. ردت القوات المسلحة المصرية على الشائعات التي زعمت امتلاكها صيدليات في أنحاء الجمهورية، وذلك على خلفية إغلاق أشهر صيدليتين في مصر. وقال البيان الذي نشره المتحدث العسكري للقوات المصرية: تنفي القوات المسلحة ما تداوله البعض وسائل الإعلام وقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وتابع: وتهيب القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. يذكر أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة المصرية اختارت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كل من الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وعلق رئيس مجلس إدارة سلسلة الصيدليات العزبي الدكتور أحمد العزبي قائلا إنه لا صحة على الإطلاق لما وصفه بتدخل الدولة وأجهزتها أو القوات المسلحة للضغط عليه في هذه الأزمة من أجل الاستحواذ على مجموعة الصيدليات. المصدر RT: 10 شرطيات مصريات ضمن بعثة دولية لحفظ السلام يرفعوا راس مصر. تشارك 10 شرطيات مصريات للمرة الأولى ضمن بعثة شرطة الأمم المتحدة لحفظ السلام في كونغو الديمقراطية.
ورحبت الأمم المتحدة على لسان مركزها الإعلامي في مصر بانضمام الشرطيات العشر إلى صفوف بعثة حفظ السلام في كونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أنهن سيكلفن إلى جانب زملائهن الرجال بمهام الدوريات والحراسة والحماية لأفراد الأمم المتحدة وتأمين المنشآت الأممية. تقدر الإشارة إلى أن مهمة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية كونغو الديمقراطية بدأت في 1 يوليو 2010، وتعمل البعثة الأممية على ضمان الحماية الفعالة للمدنيين، ومن مهامها أيضا حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، والعمل مع الحكومة لضمان تنفيذ التزاماتها بالتصدي للانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال، ودعم جهود الحكومة مع الشركاء الدوليين والبلدان المجاورة بهدف تهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للمرشدين داخليا واللاجئين. ومصر من أبرز الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام، وأظهرت إحصائيات الأمم المتحدة في يونيو الماضي أن 3189 مصريا يشاركون في 6 بعثات لحفظ السلام. المصدر المصري اليوم. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ولسه ما عملتش لايك واشتراك في القناة، يا ريت تنزل تدعمني وتعمل لايك واشتراك، ده أقل دعم حضرتك تقدمه ليا. ويلا نخش على الخبر التالي. مبادرة لتصنيع قمر صناعي للقارة الإفريقية بقيادة مصر. قال خبير هندسة الفضاء باليابان محمد محمود إن هناك مبادرة لتصنيع قمر صناعي على مستوى القارة الإفريقية، وتتولى مصر تصميم نظام الحاسب والبرمجيات بداخله. وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع عبر شاشة قناة تن إلى أن مؤتمر التيكاد في اليابان والذي يحضره الرئيس المصري يأتي لدعم وتنمية القارة الإفريقية، إلا أنه في دورته الحالية وبحضور وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار سيكون به مبادرة هامة، وهي التعاون بين وكالة الفضاء الإفريقية الواقعة بمصر والوكالة اليابانية. وأضاف محمود أن المبادرة لتصنيع قمر صناعي على مستوى القارة الإفريقية، وتتولى مصر تصميم نظام الحاسب والبرمجيات في القمر، على أن تتولى الدول الإفريقية تصميم باقي الأنظمة تحت إشراف وكالة الفضاء اليابانية. وأوضح أن الأقمار تحدد حسب المهمة المرفقة بها، وتعد أقمار التصوير الأرضي هي الأكثر اهتماما لاكتشاف الثروات والحفاظ على الأمن القومي لتأمين الحدود، وهناك أقمار أخرى اتصالات وبث تلفزيوني. المصدر وكالات. عالم مصري يكشف علاجا جديدا للسرطان، واليابان تسجل براءة الاختراع. كشف أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة في مصر هاني عبد العزيز الشيمي أنه توصل خلال بحث علمي لمحاربة مرض السرطان لعلاج يستخرج من شجرة الصفصاف. وأوضح الدكتورة المصرية الحائز جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 2017 من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه لبرنامج معكم مع الإعلامية بنى الشاذلي أنه اكتشف احتواء شجرة الصفصاف على مركبات نجحت في وقف نمو الخلايا السرطانية وحماية الخلايا الطبيعية. وأشار إلى أن الدولة أخذت البحث كمرجع، وتم تسجيل براءة الاختراع بين جامعتي القاهرة وهيروشيما اليابانية فيما يتعلق بالمركبات القادرة على وقف نمو الخلايا السرطانية. المصدر وكالات. تحية وتقدير للعالم الجليل أستاذ هاني عبد العزيز الشيمي على براءة الاختراع العظيمة، خطوة جميلة جدا للقضاء على السرطان. الشرطة تلقي القبض على مذيع التلفزيون المصري. كشفت مصادر حقوقية وقانونية مصرية أن النيابة العامة في مصر أمرت بحبس الإعلامي والمذيع في التلفزيون المصري مدحت عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفقا لمصادر آرتي، ألقى القبض عليه في منزله بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر. ولم تتضح طبقا للمصادر ذاتها طبيعة التهمة الموجهة للإعلامي المصري، حيث اتخذت النيابة العامة على أساسها قرارها بحبسه 4 أيام. وسبق أن اعتقل عيسى في ديسمبر عام 2011 أثناء تغطيته قرعة الإسكان بمبنى محافظة السويس في حضور قائد الجيش الثالث الميداني إثر منعه من الدخول لتغطية أحداث القرعة، ما دفعه للهتاف بسقوط المجلس العسكري أمام مبنى المحافظة ليحتجز داخل مدرعة تابعة للجيش. وقدم عيسى في تلفزيون القناة برامج حكايات الغريب والسواسية، وفضلا عن نشره الأخبار وهي برامج وثائقية. المصدر آرتي. مصر تقدم طلبا لإثيوبيا عاجلا بخصوص سد النهضة.
قال مسؤول اثيوبي ان مصر تقدمت بطلب رسمي لاثيوبيا بشان ملء سد النهضه على مدار 7 سنوات، موضحا انه سيتم الاجتماع الشهر المقبل لمناقشه هذه القضيه. ونشرت وكاله الانباء الاثيوبيه الرسميه تصريحات ان وزير المياه والري والطاقه الاثيوبيه سيلشي بيكلي قال فيها ان اثيوبيا والسودان ومصر سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشه المسائل المتعلقه بمفاوضات سد النهضه. وقال بيكلي: عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها. وأوضح الوزير الإثيوبي أن نظيره المصري محمد عبد العاطي قدم مؤخرا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد، وأضاف: الدراسة تتطلب ملء الخزان سد النهضة على مدار 7 سنوات وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر ردت فيه على تلك الدراسة. وتحدث بيكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد 1 سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023. وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا إن المشروع لن يكون له هذا الأثر. المصدر وكالات. جينا لنهاية الفيديو، أتمنى تكون نشرة الأخبار عجبت حضراتكم. ما تنسوش تدعمونا بأحلى لايك وأحلى اشتراك من أحلى متابعين، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.